الحمد لله ان ربنا طمنكم عليها. الحمد لله. اسمع للاستاذ رياض عمل ايه مع البنت؟ احكي له يا استاذ رياض. انا كل اول شهر بروح اقبض المعاش بتاعي من ميدان التحرير، وليه عاده ان انا بتمشى شويه على الكورنيش، فوانا ماشي كده لقيت بنت صغيره شكلها بنت ناس واقفه زعلانه قوي وعماله تعيط وعماله تبص للميه. حسيت انها عاوزه تعمل حاجه بس متردده. قربت منها من غير ما تحس، حسيت ان عندها مشكله كبيره قوي وبتفكر انها تنتحر. حبيبتي يا بنتي. سامع يا شريف؟ بنتك كانت عايزه تنتحر. قربت منها وسالتها، قلت لها في حاجه يا بنتي؟ قامت بصت لي كده وترددت في انها تجاوب. قلت لها كلميني يا بنتي، انا في مقام ابوكي أو مقام جدك. قامت بصت لي كده برضو وهي مترددة. سألتها، قلت لها أنت عايزة تروحي لحد معين أو في حتة معينة؟ قامت سكتت كده وقالت لي أنا عاوزة أروح لجدتي. قلت لها جدتك ساكنة فين؟ قالت لي في مصر الجديدة. قلت لها فين في مصر الجديدة بالظبط؟ قامت ادتني عنوان البيت ده. قلت لها الله، ده نفس البيت اللي ساكنه فيه الحاجه بهيجه. يا سبحان الله. قالت لي الحاجه بهيجه دي تبقى جدتي، انت تعرفها؟ قلت لها في حد ما يعرفش الحاجه بهيجه؟ دي احسن شيف في مصر الجديده كلها، مفيش بيت في مصر الجديده ما كلش من ايديها. ساعتها بقى اطمنت لي ووافقت تركب معايا العربيه، وصلتها لكم لحد هنا. الله يخليه. سمعت كلام؟ سمعت. الحقيقة يا فندم أنا مش عارف أشكر حضرتك إزاي. ربنا يجازيك كل خير. ربنا يطمنكم عليها. فرصة سعيدة يا هانم. ده إحنا اللي أسعد. عن إذنكم. اتفضل يا فندم. يزيد فضلك. والله إحنا متشكرين جدا ومش عارفين نقول لك إيه والله. الله يخليك. السلام عليكم. مع السلامة يا أستاذ رياض. السلام عليكم. السلام. بنتي فين؟ بنتي فين؟ طمني البنت بخير. عايزة أشوفها هي فين؟ جوه في الأوضة يا حبيبتي. ياسمين انتي كويسة حبيبتي؟ ياسمين ليه حبيبتي تعملي كده في ماما؟ ليه يا ماما؟ ليه ياسمين؟ بقول لك ايه؟ مش عايزك تتخانق مع مراتك، احمد ربنا ان البت رجعت بالسلامة، فاهم؟ حاضر يا ماما. أما أقوم أشوف البنت. اتفضلي يا ماما. أطمن عليها شوية. عن إذنكم. اتفضلي. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.